على عمل رمضان الحرقة، ما مش نحكيه على العمل، مش نحكيه على طريقة طرح الموضوع الحساس هذه الحرقة اللي ولد ظاهرة مؤخرا سنوات الأخيرة في تونس. نشوف رأي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مسلسل الحرقة. ضيفنا سي رمضان بن عمر المكلف بالهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. مرحبا بك سي رمضان، وكل عام وانتي حي بخير. صحة شريفتك. مرحبا بك وصحة شريفتك وصحة شريفة صحة شريفة كل المستمعات والمستمعين. يعيشك. ألوغ أكيد تابعت الحرقة، موضوع المسلسل موضوع حساس جدا سيختو اللي عنا السنوات، وإحنا نحاولوا نفهموا في الظاهرة هذية علاش ماشية وتتفقم في تونس. أنتم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قراب ياسر للجون هذوما ولا التوينس ان جنرال اللي قاعدين يحرقوا وقراب للظاهرة هذية، شنو رأيكم في طريقة الطرح متاع المسلسل متاع الحرقة؟ هو اسمح لي في البداية باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نحب نقدم التعازي لكل عائلات ضحايا حادثة الهجرة غير النظامية اللي جدت اليوم في سواحل الساقس واللي خلفت أكثر من 40 ضحية إلى حد الآن. نحب نترحم على أرواحهم ونقدم كل التعازي لهم ولأحبائهم، ونتمنى أنه لا تتكرر مثل هذه المآسي الإنسانية للأسف اللي نزلت متواصلة واللي خلى الحصيلة خلال هذه السنة تتجاوز أكثر من 110 ضحية. إذا المسلسل هو معناها تقييمنا ليه أولا كمتفرجين باعتبار أنه العمل الفني الإبداعي عنده ناس اللي تنقده، عنده ناس اللي تتبعه، عنده ناس اللي تعرف ما الأسس حتى متاع النقد متاعه. لكن بالنسبة لنا هو نجم يكون فرصة لطرح نقاش مجتمعي حول الظاهرة. من خلال اليوم نشوف التفاعلات عبر الشبكات الاجتماعية على المسلسل، معناها مختلف التقييمات حول الظاهرة واللي متخليناش صحيح اليوم من 4 حلقات باش نجموا نعملوا تقييم كامل كمتفرجين وكمتابعين، حاب نأكد كمتابعين معناها لهذا الشأن، تقييم كامل لتناول المسلسل الظاهرة. لكن أكيد أن المسلسل والمخرج وكاتب القصة والسيناريو باش يختاروا بطبيعة هما الزوايا نتاعهم اللي يتناولوا منها المسألة، ولو أنهم هما ركزوا على قصص متعددة ومش على قصة واحدة فقط، قصص متعددة نتاع أبطال متعددين، كل واحد عنده قصته، كل واحد عنده أسبابه، وكل واحد تنجم تلقى فيه جزء من العوامل الدافعة للهجرة غير النظامية. التقييمات ربما في البداية وجود معناها هذا ديما تساؤل يطرح ديما وجود ممول أو طرف أجنبي مستشهر أجنبي دائما يطرح التساؤلات حول توجيه الرؤية للمسلسل، وهذا ربما هو اللي أحيانا يثير نوعا ما من الريبة أو الشك من محتوى المسلسل، لأنه وجود طرف الأجنبي خلينا نخاف أنه يكون ثم توجيه لله. لكن نحن نعرف أنه المسلسل هذا عنده أكثر من سنة، معناه هو بصدد التحذير، معناه هو الإنجاز بتاعه وتعطل البث بتاعه في الشهر الفارغ. المسلسل نعتقد أنه في بدايته معناها إلى حد الآن قاعد يحاول يمشي للأبعاد الحقيقية للأبعاد المختلفة للهجرة. صحيح زوايا النظر تختلف معناها من حيث العوامل الدافعة، نحب نركز على العوامل الدافعة خاصة العوامل الاقتصادية والاجتماعية اللي هنا شفناها في مختلف معناها أبطال القصة، الأبطال المتعددين هذوما واللي كل واحد عنده قصة وكل واحد عنده حكاية، كل واحد نجم تلقى فيه جزء من العوامل الدافعة اللي اليوم تدفع فئات عديدة من الشباب التونسي، مش كان الشباب من مختلف الفئات، شفنا حتى النساء شفناها في المسلسل، تخليهم يفكروا في مشروع الهجرة. صحيح معناها عملية بناء المشروع الهجري معناها منذ بدايته ما خذتش برشا وقت باعتبار بدينا طول في المشروع منذ البداية، لكن الأبطال اللي موجودين في كل شقف حرقة في المسلسل اللي تبعناها في معنا على الأقل توازن أشقاف خرجوا في المسلسل إلى حد الآن، كان تقريبا كل مجموعة منهم عندهم حكايتهم، وكل واحد عنده العوامل الدافعة عليه، وكل واحد عنده أسبابه، والأسباب هذه كما قلنا تختلف وتتعدد وتتنوع. يبقى دائما نحن اللي يهمنا هو أيضا ليس فقط العوامل الاقتصادية والاجتماعية، ثم العوامل النفسية، ثم العوامل الذاتية وموجودة زادة في الوعد، لكن احنا نحب نركز كمنظمات صحيح ندافع على الجانب الحقوقي وعلى الجانب السياسي حول الرسالة السياسية اللي نجم يوصلها اليوم المسلسل، لأنه اليوم الظاهرة هذه للأسف اللي منذ خاصة في 10 سنوات الأخيرة خلت لنا كلفة إنسانية باهظة وكبيرة. واليوم تقريبا ما تماش إجماع معناها على الأقل على الظاهرة في مختلف أبعادها، تقريبا المواطنين وكمتابعين نتفقوا الكل على عملية بعض نوعا ما التشخيص حول العوامل الدافعة، لكن دائما احيانا نخاف انه نلقوا دائما اللوم، كل اللوم على الضحيه هذا اللي اختار الشقف اللي هو
كان القرار هذايا نتيجة ضغوطات وعوامل عديدة، ما خذا القرار كان ثم ضغوطات أخرى، وبالتالي ما نحبوش نطيحوا في فخ معناها أنه نعملوا كان نعملوا دعاية للحرقة، لكن هذا يلزمنا نفهموا الخلفيات الحقيقية للقرار نتاع الهجرة. هنا نحب نركز أكثر أي. خاصة هوني مسلسل أي قل هوني أي قل لي جانب سياسي بعد تنتفع روسيا ولا جانب سياسي، لأنه نحن وكأنه ركزنا شوية على الهجرة وكأنها نتاج فقط لأسباب داخلية، لأسباب داخلية، لأسباب ربما أيضا كيف الشبكات الإجرامية، شبكات تهريب البشر اللي موجودة واللي قاعدة تتواطأ حتى مع جزء من الهيكل الرسمي، شفناه هذا في المسلسل وهذا مهم، وربما المسلسل كانت عنده جرأة أكثر باش يقولوا هذا وباش يوضحوا، لكن ما مشيناش للجانب السياسي في علاقة بالهجرة كحق، الهجرة كحق إنساني. شفناه نوعا ما في شخصية واحدة من الأبطال وقت اللي حاولت تتقدم مطلب نتاع فيزا عايشة بن أحمد فوالا، ما كانش التناول معناها كما نقولوا خذا حقه التناول، لأنه أوروبا في السنوات الأخيرة منذ معناها قرارها بغلق حدودها خاصة مع الجانب التونسي وكأنها تحولت نوعا ما من الحصن، الحصن هذا صعيب تجاوزه، وفقط تجاوزه بشروط انتقائية كبيرة برشا. معناها اليوم ما كانش حاضر، اي معناتها هذه اللي ما كانش حاضر، لكن حتى لتوا انت حكيت برشا نقاط سي رمضان، منها مثلا طريقه الطرح اللي تخافوا لنوليو نشجعوا على الحرقه، حتى لتوا يظهر لي المسلسل ينقل في وجيعه الناس اللي تخمم في الهجره الغير نظاميه، وما نتصورش توا بعد اربع حلقات انا كمشاهده عاديه لا صحفيه لا حد شيء كي نتفرج في الاربع حلقات هذوما نتشجع على الهجره باجيتو، معناتها بالعكس نقول لطف واخر حاجه، حتى كان مواطن يائس اليوم يكون يخمم في الهجره نتصور باش يعاود يخمم برشا مرات، دونك طريقه الطرح ما مشاتش لغادي. هو شوف المسلسل فيه برشا ايموسيون، انا فيه برشا من العواطف، فيه برشا من الانفعالات، و معناها اذا كان ثم نجاح الفريق المسلسل هو انه يخليك تعيش مع كل شخصيه، يخليك تحاول وكانك تلقى روحك في جزء من كل شخصيه. وهذا راه يبين انه مشروع الهجره للاسف هو حاضر عند كل واحد فينا بمختلف اصنافنا وبمختلف فئاتنا الاجتماعيه وبمختلف كسوة نظامية أو غير نظامية. أي. وعلى أي. المشروع الهجري حاضر عندي كما قلت لك، كل واحد عنا بطريقة، هذاك علاش ربما كل واحد يلقى روحه جزء منه في عند واحد من الشخصيات، ويلقى جزء من تفكيره ولا جزء من طموحه ولا جزء من أحلامه، نجم ما يلقاش روحه في الطريقة بيان سور، الناس كل ما نلقوش روحنا في الطريقة ولا أغلبيتنا، أما نلقوا روحنا في جزء من هذه العوامل الدافعة وهذا مهم. هنا نحب نأكد أنه النقاش المجتمعي حول الظاهرة في مختلف أبعادها راه موجود، احنا اللي ينقصنا اكثر هو المعالجات. وهذه ربما نجم المسلسل يعالج معنا في اربع حلقات، اما نجم المسلسل يوصل رساله خاصه في علاقه بالمعالجات هذه الظاهره، لانه نحن خلال السنوات الاخيره اكتفينا فقط بالمعالجات الامنيه واللي للاسف الى حد الان قاعده تثبت في الفشل نتاعها، على قد ما الحرس البحري التونسي وعلى قد ما السلطات التونسيه تعمل في ارقام قياسيه في علاقه بمنع الاجتياز وبالاحباط وبالاعتراض والامكانيات التقنيه والبشريه واللوجستيه اللي متوفره لها، على قد ما الناس تحب تحرق، دونك هذه راهي المعالجات هذه الى حد الان راهي قاصره. الحل ليس امني بالنسبه لي انا، الحل معناتها هوني اثبت ولا ظهر اللي الحل ليس امني في الظاهره هذه. ما نعرفش المسلسل، ما نتوقع باش يوصل له المسلسل، باش يوصل له نتصور انا من خلال معناها متبع الاحداث والقصه ينجم المسلسل يوصل راهو لبعض الاستنتاجات اللي نحن نحبوها معناها نحبوا نوصلها بالحق، لانه نحن اليوم نحبوا نوصلوا رساله خاصه السياسيه باش تتغير المعالجات، باش نحاولوا نقصوا من العوامل التي تدفع كل واحد فينا انه يفكر في المشروع الهجري، لانه الهجره والتنقل هو حق انساني، وحق هذا كل ضمانات المعاهدات الدوليه، فقط الدول والانظمه كل واحد عمل شروط مجحفه بطريقته. الدول اللي تدافع كما ديما نقولوا نحن على تنقل المراديح، تنقل البضائع، تنقل احنا نشوفوا حتى في واقعنا تو التونسي، معناها نشوفوا المهاجرين التوانسه كيفاش مثال يترحلوا بسرعه،
شوف السياسه اش تعمل، ونشوفوا مثال نفايات ايطاليه كيفاش عاجزين عن قريب عام باش نرجعها. اذا السياسه حاضره في هذه القضيه في كل مفصل فيها، هي حاضره. وحتى المسلسل راهو انا نعتبره اشار لها، ما اشرهاش ربما ذاك كي نقولوا نحن بالتصريح المبالغ فيه الظاهر معناه هو كبر الرسائل المباشره، اما الرسائل غير المباشره حاضره، حاضره في الهوامش الموجوده بكثافه في المسلسل، معناه تقريبا المسلسل في اغلبه في وشخصياته انطلقوا من الهوامش، الهوامش المربوطه بالمدن الكبرى ولا الهوامش المربوطه بالوسط الريفي، مهما كان هذا الوسط الريفي معناها سواء وسط ريفي معناها في الشمال ولا في المناطق الداخليه ولا في ولا في الجنوب. سي رمضان اي سي رمضان حتى الان نعتبر التناول، انا تناولنا لحد الان كما قلت لك شوي في الاول اثار التخوف شوي، نحن كناشطين حقوقيين ديما ونحضر الممول ديما نخافوا شوي من الرساله السياسية. لازم ممول عاطي مسلسل فوالا لكن لحد الان المسلسل ماشي في اتجاه تفكيك الظاهرة ونجح في إعادة طرح النقاش، لأنه النقاش مهم حتى ولو حتى للتمويل والعرفال السياسية، النقاش هذا مهم باش نعاودوا نحكوا على الظاهرة، إن شاء الله السياسيين يتابعوه إن شاء الله. إن شاء الله أنا سي رمضان حاب نسألك على السيناريو اليوم، أنتم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قراب ياسر للظاهرة هذية وقراب للشباب ولا حتى مش الشباب اللي قاعدين يخموا في الحرقة اليوم. السيناريو كان شاركت مثلا في كتاب سيناريو، فما حاجات تبدلهم، فما حاجات تزيدهم، نقاط تزيدهم؟ انا ربما اكثر كما قلت لك، انا ربما نحب اكثر نركز اكثر على القرار تاع الهجري ما قبل القرار الهجري، لانه القرار الهجري هو نتيجه، معناها ما نجمش نحط انا القرار الهجري هو في البدايه، حتى كي نحطه ربما في البدايه نجم نرجع عن بعض العوامل تاعه في الاحداث تاع المسلسل، لانه قرار الهجره ماهوش يجي بطريقه سريعه كما عند الام اللي خذته وجهها الجندوبي ما عرفتش الشخصيه، ما حفظتش الاسم لحد الان تاع الشخصيه، اما انه تدفع ابنها بسرعه هذيك القرار الهجري جاء من الحلقه الاولى تقريبا، وكانه لاحظت وكانه قرار متسرع نوعا ما، وكانه نلقي اللوم على الحلقات الاضعف. كنت ربما انا خاطر من موقعي نحكي هكاك، ربما المخرج ولا سيناريست عنده رؤية أخرى، عنده رؤية أخرى، ربما رؤية أخرى، ربما لو كي يسمعنا تو يبتسم، لأنه ربما الإجابة تجي وحدها في الحلقات القادمة. جستمون تصور أي نتصور. ولا أنا كنت مثلا نتمنى إنه في البداية نتاع المسلسل ولا في الجينيريك نلقوا إنه راو مثال بعض علماء الاجتماع وإلا المختصين اللي ساهموا في وفي مراجعة هذا العمل وإلا في إعادة قراءة العمل، نجم يكون راه المخرج. شكون قال جوستومون شكون قال اليوم المخرج ما مشاش، خاطر نعرف اليوم مشى لإيطاليا، مشى لمراكز هذيك مش اللجوء جوستومون والمراكز اللي تحتضن المهاجرين غير شرعيين، وعمل الأبحاث نتاعو في إيطاليا وفي تونس. هو أكيد راه عمل، أما قلت لك أنا فقط معناها حبيت يكونوا الناس هذوما جزء حتى من فريق العمل هكا، عشان نتمنى، لأنه ديما أنا نمن برشا بالناس المختصين واللي يفهموا في الظاهرة هذه، حتى نفالوريزي خدمتهم معناها باش نظهروهم انه هما راهو العمل هذا ساهموا فيه الناس هذوما، هما اكيد راهم ساهمين، ما كانوش ظاهرين صحيح، ربما ما كانوش ظاهرين، لكن كان حضورهم يكون موجود هذاك يعطي رساله اقوى، لانه ماهيش مجرد رؤيه، مش رؤيه ولا موقف من المخرج قدر ما هو ايضا مبني، هذا الموقف وهذه الرؤيه مبني على معناها قراءات علمية دقيقة، مبني ربما على تجارب إنسانية تاع فريق العمل اللي هو باش يعطي إضافته، واللي بصراحة أنا شفت الممثلين وكأنه كل واحد يحب يعطي أكثر ما يمكن للشخصية اللي يعيشها، وكل واحد بالجانب الخير اللي فيهم ولا حتى بالجانب الشرير اللي فيهم، معناها كل واحد يحاول يعطي للشخصية أكثر ما يمكن، وخلى الناس تتفاعل معاهم، معناها تتفاعل معاهم في التقييم، لأنه ساعات كي شخصية تكرهها ولا ما تحبهاش نتاع حراق ولا نتاع واحد، فهو دليل أن الممثل هذاك نجح باش يتقمص الدورة هذاك ولا نجح باش يلعب الدورة هذاك باش يوصل الرسالة الموجودة فيه. واضح. سؤال سينو يقعد، علاش ما فماش علماء نفس ولا علماء في علم النفس ولا علم الاجتماع؟ يجاوب عليه المخرج سعد الوسيدي ان شاء الله باش يكون حاضر معنا في ليلي رمضان. نشكرك برشا سي رمضان بن عمرو المكلف الهجره بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، شكرا على رايكم، شكرا على قبول الدعوه. دونك شوي اخر نمشي ورضيفنا اليوم، هو خليته